لأن الحق هو حق الشعب، والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها ملك للشعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. منطلقا من إيمانه الراسخ بالشعب وحقه في الحكم الديمقراطي والحياة على أساس من الحرية والهوية الوطنية، وبقضيته المصيرية التي ارتبط بها من أجل اليمنيين، وكان من أوائل من أدركوا خطر الإمامة على مستقبل الشعب. إنه محمد محمود الزبيري، أبو الأحرار، الشاعر الثائر، المناضل السياسي، والقاضي الأديب، صاحب الصيحة التاريخية الأعلى التي توجت في 26 من سبتمبر الخالد، ولا تزال أصداؤها تتردد في وجدان الأجيال المتعاقبة حتى اللحظة. سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الأجيال والأمم، هنا البراكين هبت من مضاجعها تطغى فتكتسح الطاغي وتلتهم. في مثل هذا التاريخ، وتحديداً في الأول من إبريل عام 1965، تم اغتيال الزبيري في جبال برط الجوف قبيل انعقاد مؤتمر خمير الذي دعا له من أجل كتابة دستور جديد لليمن، ليسدل الستار على فصل من حياة المناضل التي سخرها من أجل تصحيح الوعي الجمعي وترسيخ مبدأ الإيمان بالشعب وأحقيته بنيل العدالة والمساواة، لتبدأ فصول أخرى في وعي شعب مضى على خطى أبي الأحرار في طريق الحرية. بدأ الزبيري نشاطه الثوري من القاهرة عندما أسس هو ورفاقه أول حركة منظمة لمعارضة الحكم الإمامي في اليمن مطلع أربعينيات القرن المنصرم تحت اسم كتيبة الشباب اليمني، كما طالب بإصلاحات سياسية سجن على إثرها قبل أن يواصل ثورته ضد العائلة الإمامية، لا خلافاً معها بل لمحاولتها الاستفراد بمصير الشعب. لماذا كرهنا بيت حميد الدين؟ ما كرهناهم لأنهم يلبسون ملابس معينة، ولا كرهناهم لأن أسماءهم أسفلس فلان وفلان، ولا كرهناهم لطولهم أو عرضهم، ولا كرهناهم لأننا نريد أن نظلمهم أبداً. كرهناهم لأنهم يريدون أن يملكوا رقابنا كلنا، هي عائلة واحدة في اليمن، عائلة واحدة تريد تملك رقابنا كلنا؟ هل إحنا عبيد خلقنا الله عبيد؟ أو خلقنا أحرار؟ الله خلقنا أحرار، إحنا رفضنا أن نكون عبيدا لهم. تأتي الذكرى 51 لمقتله وقضايا الزبيري التي دافع عنها طويلا في كتبه وشعره ومواقفه، لا تزال حاضرة اليوم كحاجة ملحة أمام مصير اليمنيين. الحرية والجمهورية والهوية والوحدة الوطنية، تلك الرباعية التي حارب من أجلها الزبيري ورفاقه، وما زال قتلة رموز المقاومة والنضال الوطني بعيدين عن القانون وعن قصاص العدالة، والتاريخ الذي بدأ بقتل رموز الحركة الوطنية مروراً بقتل الشهيد محمد محمود الزبيري وانتهاءً بقتل شهداء جمعة الكرامة. غير أن الزبيري الذي كانت مواقفه السياسية الوجه الآخر لشعره الثائر، اختتم حياته النضالية الطويلة قائلاً: بحثت عن هبة أحبوك يا وطني، فلم أجد لك إلا قلبي الدامي.